جيرات، أفتكر زمان قلتي لنا إنه من زمان كنت تعملي موديلينج. زمان قوي قوي قوي. أكيد الموديلينج وقتها كان فيه أشياء يعني لازم تنتبهي على نظامك الغذائي وتسوي رياضة، كيف كان؟ بصي صراحة في وقت معين من السن ما بتبقيش منتبهة قوي إن أنت ضروري 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 تنتبهي إن أنت تعملي رياضة. أيوه. أنا طول عمري أكلي كويس، يعني أنا بحب الأكل النظيف والهيلثي، مش بحب الجانك فود قوي. فمع تقدم السن، يعني اللي هو مش متقدم قوي بس مع تقدم السن، لا بقى لازم يكون في روتين يساعد الجينات بقى الشكل كل الحاجات دي، لازم يكون في روتين يساعدك على ان انت تحافظي على اللي انت تقدري عليه. لا ميرت ما شاء الله اول ودحين، لكن المشكله انه الواحد لما يكون عنده أسرة وبيت وعيلة يصير الموضوع مرة أصعب، وأكل وشرب وهنتغدى إيه وهننام إزاي والحاجات دي طبعا يصير الموضوع أصعب إنه تلاقي التوازن بين شغلك والعيلة. أكيد. اليوم معانا نيرفانا عبدول اللي برضو هي زوجة وأم لطفلتين وما شاء الله حامل دحين، شغفها للموضة خلاها تصير مدونة وتدخل عالم الموضة. كيف حالك نيرفانا؟ الحمد لله تمام. إحنا مرة مبسوطين إنك معانا اليوم. Thank you for having me. نيرفانا ما شاء الله أول شيء ألف مبروك مبروك عليك، حامل وعندك طفلتين ومدونه في عالم الموضه. حكينا ايش اللي خلاكي تدخلي عالم الموضه؟ فاشن هاز بين ماي باشن من ما ادري من متى، يعني من يوم اعرف نفسي اتعلمت فيه تقريبا everything. اتعلمت فاشن ديزاين، اتعلمت اخيط، وصلت لين لحظه ماكينه الخياطه اللي انا ما اكتشفت انه لا ماني قادره، there is something else ما شبعني، ما حسيت اني كفايه. جربت أخش التدوين وحسيت لقيت نفسي مرة فيه. طول عمري كنت بكون موديل بس ما حصل طول ما ساعد بس مجال البلوغينج مجال مرة حلو، فيه كتير تعبير عن الذات، هو جزء كبير مرة من شخصيتي. هو بيكون أصلاً أكتر أسلوب حياة، يعني أسلوب حياة بالضبط. إزاي من وجهة نظرك أنت شايفة أنه يمكن الموضة دي مناسبة ليكي من خلال البلوج بتاعك تقدري تتيحي لبنات زيك؟ أنا بصراحة إن هم يتجرأوا ويجربوا حاجات. أنا من خلال البلوج حقي I inspire people to be more themselves. يعني مش لازم تكون أنت نسخة عن أحد تاني، ممكن تكون your own you، تلبسي لبسك ممكن يكون شكله مختلف. صح. مو لازم تكوني زي الناس أو تمشي على ترند معين. صح. مع إنه إنك ما تمشي على الترند اللي حاصل يعني زي ما أنت ماشية مع الموجة على قولهم، بيكون أصعب وأبطأ إنك توصل للناس، بس في النتيجة مرة مجدية. صح. لأنك أنت سبحان الله الشخص اللي بيكون هو نفسه وهو اللي بيوصل والناس تصدقه، تكون خطاه ثابتة عن الشخص اللي ماشي ورا ترند وبعدين يخلص الترند يروح على حاجة تانية كده يعني. طب حكينا قولي لنا كيف ايش الصعوبات اللي واجهتيها، يعني ما شاء الله انه كيف توفقي بين شغلك وعائلتك؟ هو الصراحة مرة صعب، وحكدب عليك لو قلت لك ما بيحصل تقصير من الناحيتين. Having two kids is not easy. It's a full-time job. أصلاً having one kid is a full-time job. Exactly. And then you have two. وعندك بيت وعندك أسرة تبغى تنتبهي لهم، والبنات في المدارس، وبعدين you have your own shoots وتبغى توصل وتبغى تتواصلي مع الناس في السوشيال ميديا حقك. It's time consuming ومرة من جد متعب. I try إني أوفق بين الاثنين. بس to be honest أنا أسرتي تأخذ الأولوية أكثر من شغلي، يعني خصوصا البنات مرة صغار في الوقت الحالي، ف it's like ما أبغى أجي في يوم من الأيام أقول أنا ندمت أو اشتغلت مرة كثير وسبتهم، لا يعني اشتغلت عليهم والشغل جاي إن شاء الله أكثر من كده. صحيح. بس يعني أنا شايفة إن أنتي كمان عندك الأيدنتيتي بتاعتك أو عندك أسلوبك الخاص في إظهار شخصيتك من خلال الفاشن. كلمينا أكتر من خلال الشوتس الكتير وجلسات التصوير اللي عملتيها، دايماً بيكون يعني ليها تحديات وصعوبات. ليها طابع خاص، ويمكن ممكن للحظة إحنا كنا بننفجر، يعني بيحصل في مرحلة الانفجار بيحصل. فعايزين نعرف منك الشوت الأقرب بقى لقلبك، الحاجة اللي عدت الأقرب لقلبي الصراحة كان أول بروبر شوت عملته في حياتي. أول بروبر شوت تقريباً السنة اللي فاتت واللي قبلها عملته مع واحدة مصورة من سلمى جمال، هي اللي صورتني الصورة زين في البروفايل، أكيد ناس كثير علقوا عليها اللي فيها الطرحة طايرة كذا. يس. هي ليها قصة مرة كيوت، هي لما شافتني في الانستغرام مرة عجبها شكلي وحست وشافتني في صورة معينة هي تخيلتها ورسمتها في ورقة،
رسمتني انا في ورقه بالبلاشر حقي بشكلي وبالطرحه وهي طايره. ولما جينا اتقابلنا انا وهي وصورتني كنت اول شيء مره مرتاحه، ارتحنا لبعض وصرنا دحين بيست فريندز، حاجه مره غريبه يعني من بعد الشوت هذا. فطلعت الصوره اكزاكتلي زي الرسمه اللي هي رسمتها. فكان عندها فيجن. ايوه كان عندها فيجن. تخيل هي تخيلتني انا ورسمتني وبعدين صورتني والصوره طلعت اكزاكتلي زي ما هي تخيلت. وكانت هذه الين دحين احلى صوره لي، هي طبعتها كمان وبروزتها وحطها في بيتي كده في النص. واو حلو. يا انت دلوقتي منتظره مولود او مولوده، ربنا يقويك بالسلامه. ايه الحاجات اللي بتتبعيها، روتين اللي بتتبعيه علشان مش عايزين نقول بقى قبل الحمل او بعد الحمل، بس انت برضو نقدر نقول ان انت public figure او اصبحتي يعني ليكي الانفلونس بتاعك على الناس وعلى الشابات الصغيره، ازاي بتقدري ان انت توازني في الروتين الصحي لحياتك؟ هو المحاولات الجاده جدا اني احاول اكون صحيه، لان انا اصلا اخاف من زياده الوزن، مرعبه، لانه هو مش كويس عشان شغلي ولا عشان شكلي انا as a person. ما قد مر علي فتره في حياتي تخنت فيها، لان مره انتبه لنفسي. كنت امارس رياضه من قبل الحمل، الين دحين لسه بمارس رياضه، خففت، ما صار في اوزان ولا في اشياء، بس بحاول اتحرك، يعني مو بحاول اتحرك، هو الحركه غصبا عنك بتصير مع الاطفال. انت اصلا بتتحركي على طول. بس انا trying to find like more time، اعمل اشياء بسيطه على الاقل just to keep the shape you know. على قد ما نقدر. بتتغير اشياء مره كثير مع الحمل، there are so many things you can't control، بس في اشياء تقدر تتحكمي فيها. فانا بركز على اللي اقدر اتحكم فيه، أكلي أقدر أتحكم فيه، I can work out, I do the best I can. طب نيرفانا، في كثير أمهات عندهم أطفال ممكن يتخوفوا من فكرة أنهم يشتغلوا ويحققوا شغفهم أو طموحهم لأنهم خايفين أنهم يأخذوا من وقت أولادهم، إيش تنصحيهم لهذول الأمهات؟ أنصحهم هو لازم حيكون في وقت للأحد لنفسه، يعني لازم ما ينفع تقدمي حاجة عن حاجة ثانية، لازم أنت كمان تسوي شيء لنفسك يرضيكي يخليكي مرتاحة عشان تقدر تقدم لغيرك. صح. فا I give the enough time يعني للحاجة اللي أنا أحبها، لأنه بصراحة هذه الحاجة اللي بسويها في البداية قبل ما تتحول لبزنس هي شغف، حاجة مرة أحبها وأستمتع وأنا أعملها، like this is what I wanted to do like long time ago. فأنا حسويها حكون مبسوطة، يعني حملي فراغ مرة كبير جوة نفسي وحقدر أعطي لغيري بعد كده. صح. في النهاية الأم لما تكون مرة مبسوطة وحاسة نفسها إنه هي عملت شيء حتقدر تعطي أكثر لأولادها. صح. وحتصير في مود مرة أحسن، هم حيحسوا حب النفس. أيوه. حب النفس لو ضروري. حبيناش نفسنا exactly. مش هنعرف ندي حب. صح. تعطي نفسك أول شيء عشان تقدر تعطي لغيرك. صح. أكيد. شكرا نيرفانا، thank you very much.